في إطار احتفالات مصر بالذكرى 39 لتحرير سيناء، قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما قام بافتتاح عدد من المشاريع التثقيفية والتكنولوجية والتنموية داخل المحافظة. احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة بيتمثل في افتتاح مشروعات خدمية للمواطنين، فاحنا افتتحنا سابقا واهم حاجة من حوالي اسبوعين قصر ثقافة العريش، وده عايز اقول كان بقاله 10 سنين معطل عن العمل، واتعملت له آلية شهرية للأنشطة اللي يتم تنفيذها فيه شهرية. الحاجة التانية اللي احنا افتتحنا امبارح سوق الجملة بتاع الخضار، وده طبعا مشروع عملاق بيتكلف حوالي 186 مليون جنيه، وده هينقل محافظة شمال سيناء وخاصة مدينة العريش نقلة كويسة لصالح المواطن، من حيث ان هي هتبقى الحاجة سعرها رخيص، الحاجة التانية الجودة بتاعتها عالية. بالإضافة إلى إن إحنا فتحنا امبارح برضو صرح تعليمي كبير في الأزهر، وإن شاء الله في العريش، وإن شاء الله هنفتتح صرح آخر مجمع معاهد أزهرية في مدينة نخل إن شاء الله، وده طبعا كله بيعود على المواطن بالنفع. برضو إحنا من المنتظر إن إحنا إن شاء الله دلوقتي نفتتح المنطقة الصناعية أو المنطقة الحرفية، وباكورة الافتتاح لهذه المنطقة هيكون مطحن بتاع دقيق، وأيضا محطة تعبئة أنابيب البوتاجاز. النهاردة افتتحنا 19 عمارة بحوالي 380 وحدة من الدور الأول حتى الدور الخامس، لأن العمارات هنا مكونة من 6 أدوار أرضي وخمس طوابق. تم تشطيبهم بالكامل ونهوهم. جاري الأسبوع ده بإذن الله نهو المرافق من غاز وتليفونات وكهرباء وتوصيلها للعلاوة طبعا على المية والصرف الصحي، دي متوصلة جاهزة لتسليمهم بإذن الله بعد العيد للمنتفعين ورجوعهم لشوائهم. اللي احنا برضو عايزين ننوه ان لما بنخلي العمارات برضو ما بنسيبش المواطن يدور هو على اخلاء، لا، الدولة بتقوم بجهاز تعمير سيناء مع التنسيق مع المحافظة بإيجاد البديل اللي بيرجع ليه المواطن يعني بيسكن فيه بديل مجانا لحين رجوعه إلى شقته مرة أخرى بعد نهوها. طفرة تشهدها مدن محافظة شمال سيناء على كافة المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية، الأمر الذي استشعره أهالي المحافظة مشيدين بما تقوم به الدولة من مشاريع وإنجازات من أجل أمنهم وراحتهم. بدأنا الاحتفالات مبكرا هذا العام، بدأناها بافتتاح قصر ثقافة العريش. طبعا محتاجين احنا تغيير ثقافات المجتمع. بقالنا يومين سيد الوزير المحافظ بيفتتح المشروعات التنموية، بيهتم بافتتاحات المشروعات في جميع القطاعات، صحة، تعليم، جميع المرافق، جميع الخدمات، جميع خدمات الدولة اللي هي بتعود على المواطن بالنفع. احنا متطورين خالص، احنا بنعكس عايشين حياة احسن يعني مثل من الدول الخليج صراحه. يعني احنا بيوت مثلا، منازل شباب، اللبس، الحياه الاجتماعيه، التعليم، الصحه، كله متطور الحمد لله، في تطور مستمر دايما، يعني ما فيش عندنا اي مشكله. تطورت اللي في سينا، سياده المحافظ عمل سوق خضار جمله ورصف الطرق في المحافظه وتعمير المباني والمدارس والحاجات دي اتعملت في المحافظه. قاموا بتنظيف الشارع العام بتاع العريش الشيخ زويد ورفح، وعندنا طفره جديده في مدينه رفح تعمل دلوقتي 45 عماره، وبنين في الصف الاول الدور الاول، الدور الثاني هيبدا 50 عماره جداد لمدينه رفح، وعملوا مستشفى، يعملوا مستشفى وسنترال وبريد ونقطه مرور ونقطه شرطه. تنمية وتطوير سيناء حلم لطالما راود كل من حارب من أجل هذه الأرض، وها هي الدولة المصرية لا تدخر جهدا لتطويرها وإنشاء بنية تحتية وتكنولوجية لتكون نواة لجذب استثمارات زراعية وصناعية، هذا فضلا عما تقوم به الدولة حاليا من مشاريع حيوية يحتاجها أهالي محافظة شمال سيناء. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.